النسخة الأولى من المعرض الإقليمي للمنتوجات المحلية بخريبكة، نسخة اللي عرفات ورحبات بكثر من 60 تعاونية وجمعية اللي جاو مفتخرين أنهم يمثلوا المنطقة ديالهم ويعرضوا منتجاتهم منها فلاحية وصناعية. معرض اللي تنظم بإشراك ممثلين هاد الجمعيات والتعاونيات اللي خدموا مجموعين باش ينظموا معرض وفقا للتوقعات والمتمنيات ديال العارضين. فيلا نتعرفوا على بعض منهم وخصوصا على الدافع اللي خلاهم يشاركوا في هاد المعرض. خديجة منهل، رئيسة تعاونية بختة لإنتاج وتثمين المنتوجات الفلاحية. فاطمة البوزمير، رئيسة تعاونية مولة الدار لإعداد التوابل والمنتوجات المنزلية. رشيدة شرفي، الكاتبة العامة لتعاونية كسكسو الحادقة المفاسيس. سي سعيدة عتاب، رئيسة تعاونية لباس المرأة الأنيقة. شادة أكريديس، تعاونية هبة. المنتوجات اللي كنشتغلوا عليهم هما منتوجات بيو. جيت للمعرض على اساس باش نبين المنتوج ديال التعاونيه، والتعاونيه تبان وتبان المجهودات ديالها وتبان الخدمه ديالها. اولا على اساس تعريف التعاونيه ومنتوجات التعاونيه. المشاكل اللي كتعاني منها جل التعاونيات هو التسويق ديال المنتوجات ديالها، والتسويق كيجي عن طريق التعريف بالمنتوج. تنديروا منتوجات وتبقى منتوجات اللي كبيره اللي كثيره عندنا وتتبقى ما تنصيبوش، كيفاش الا ما كانش داك الزبون اللي ديالنا دائما اللي تنتعاملوا معاه ما عندناش شي سوق فين غادي نسوقوا. التستوك ديالنا اللي كاين اللي كنتجوه كيبقى عندنا في المحل، بغينا يخرج، بغينا باش يخرج باش نبدلو منتوج اخر باش نديرو مجهود اخر ثاني. بينوا داك البرودوي اللي عندنا اللي حنا كنخدموه، لان انا ماشي انا كنبان لك انا، ولكن ورايا انا نساء اخرين خدامات كيديروا واحد العطاء باش توصل هذيك السلعه ديالهم للناس اخرين. اولا ان هذه المدينه هي حنا قرابين ليها وداكشي، وبغينا نعرفوا بواحد المنتوج جديد. هذا المنتوج اللي هو الرشيم، كنبتوا الحبوب وكنحمروه وكنطحنوه، وكان عليه واحد الاقبال كبير لدرجه انه هو تقاضى عندي دابا، والناس مازال كيطلبوا المزيد منه. حنا كان عندنا حظ كبير اننا شاركنا في هذا المعرض اللي غادي يخلينا اننا نتعرفوا اولا بعدا على الناس ديال الاقليم يعرفونا كاملين، لاننا باقيين ما معروفينش بزاف. الزوار ديالنا ملي كيجيو عندنا تيقول لك المدينه ديالنا متشوقه لهذا النوع من التعاونيات، بغينا فعلا التعاونيات. انا الحمد لله دابا كلشي فاق، كلشي عاد العوده الى الطبيعه. وكذلك اننا نتعرفوا على تعاونيات جداد اللي انا كنت ما كنعرفهمش في مدينه خريبكة، مجموعه من التعاونيات اللي انا ما عارفاهمش والحمد لله دابا عرفتهم. بالاضافه لاننا كنتمنوا نعطيو قيمه مضافه لهذا المعرض، وان شاء الله نزيدوا القدام الى جانب الاخوه العارضين، وكنتمنوا النجاح والاستمراريه لهذا المعرض.